الخير دوج فايت ما بين F16 و F35. كويس، لقطها على الرادار ولوك. بالمناسبة القتال ده جانز وان سيركل، سرعتي عالية فطلعت فيرتيكال شوية. مش عايز يجي تو سيركل خالص. ضاع مني. عمل عليها لوك. اهو شفته. اوه كده هعرف اجيبه بسهولة ان شاء الله. بيناور طبعا كويس، وانا النشان بتاعي مش كويس. لو كان معايا فوكس 2 دلوقتي كان زمانه اتكل على الله. الفيديو طويل على الفاضي، انا مش عارف اجيبه وبينور كويس وانا هيت. يمين ولا شمال؟ اختار لك مكان. سبلاش. كانت جولة صعبة شوية.
في اللحظة دي كان تاه مني، ما كنتش عارف هو فين. مديله ظهري طبعا. اول ما جالي انذار الار دبليو ار عرفت ان هو ورايا او في مكان يعرف يضربني. حاولت اخليه اوفر شوت، قللت سرعتي على قد ما اقدر، حاولت اناور، ضرب عليا فعلا بس ما جاتش الحمد لله. ساعتها بقى انا الاوفنسيف وهو في الديفنسيف. شكلي كنت ناسي الاير بريك مفتوح. اول هيت كويس قفلتها. الدور ده 9X وهو مع الدور ده، هو معاه 9X وانا معايا 9M. ده فوكس 2، لازم جام الوز. فوكس 2 سبلاش كويس. باتل سريع. طبعا المرة دي فوكس 2 هو مع 9X الأحسن مني بكتير. اوف وور سايت، انا معايا 9M. لازم هندخل وان سيركل علشان اكون قريب جدا من الطيارة بتاعته، بحيث ان
ما يبقاش في مسافة بينه وبينه يستخدم النان اكس بتاعه. كويس اني خدت الشط هنا، وان الصاروخ بتاعي ما راحش الفلير وضرب. دور تاني بالفوكس 2. مس. معايا فوكس 2 واحد بس بقى، مش عايز اضيعه. لو عرفت اجيب الجنز بقى كويس. وهو شكله طاير، ايه ده؟ طب هو كده بيضحي بنفسه بس عشان نشان الوحش. طب فوكس 2 اما نشوف سبلاش. تحليل تم اغتيال فوكس 2. طبعا دخلنا في المرج وان سيركل. طبعا مس. او في التراك فايل. طب كويس التراك فايل شغال كويس. النشان بتاعي الوحش للاسف. هو اداني كذا فرصة ان هو ان انا ممكن اضربه. اعتقد دلوقتي التراك فايل باظ. هو فعلا التراك فايل باظ بس سبلاش.